أنا إحدى الأخوات المقيمات في المملكة ولدي أطفال وأحتاج إلى والدتي وهي مقيمة بطبيعة الحال خارج المملكة، إلا أنني إذا احتجت إليها لا تجد من يرافقها حتى تصل إلي. هل لها أن تسافر بدون محرم حتى تعينني في أمري الذي أحتاجها فيه؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين، يعني للراحلة، إلا ومعها ذو محرم. ومسافة اليومين للراحلة تقابل 80 كيلو تقريبا، فلا يجوز للمرأة أن تسافر هذه المسافة أكثر إلا ومعها ذو محرم من أقاربها الذين تحرم عليهم أو من أسحارها الذين تحرم عليهم. المهم أن يكون معها من تحرم عليه بنسب أو بسبب مباح كالرضاع، ويكون هذا المحرم بالغا لا يكون صغيرا. ما ذكرته السائلة من حاجتها إلى قدوم والدتها، لا بد من المحرم الذي يرافق والدتها. اللهم فعن جزاكم الله خيرا.